المنتخب الإسباني لكرة القدم، أو كما يطلق عليه المشجعين حول العالم بالماتادور، نسخة شابة وجديدة لتكرار إنجاز مونديال 2010 التاريخي، حكاية المنتخب الإسباني. عاش منتخب لاروخا لكرة القدم على مدى تاريخه الطويل فترات متناقضة، فترات يتألق إلى حد التتويج ببطولة كأس العالم وكأس أمم أوروبا. هذا العصر بطل اسمه إسبانيا، إسبانيا 1-0، إسبانيا بطلة العالم، إسبانيا تسجل التاريخ. وترة أخرى يخرج من الدور الأول بعد تسجيل نتائج مخيبة لجماهيره. يشارك المنتخب الإسباني في نهائيات كأس العالم قطر 2022 للمرة 16 في تاريخه، وكان الظهور الأول له في نسخة عام 34 التي أقيمت في إيطاليا. لم يسجل الماتادور خلال تلك المشاركات نتائج كبيرة، وإنما كان يودع بشكل مبكر، إلى أن جاء مونديال جنوب أفريقيا 2010 بقيادة جيل كبير من اللاعبين. كتيبة المدرب لويس إنريكي وقعت في المجموعة الخامسة لكأس العالم إلى جانب منتخبات ألمانيا وكوستاريكا واليابان، وهو الذي يعول في تشكيلته على مزيج من اللاعبين الشبان وأصحاب الخبرة. ولا الصوت سيعلو فوق الصوت الإسباني.